عبور الحاجز الأمني القريب من بوابة وزارة التخطيط، لكن قوات الأمن ردت بالقنابل أو بقنابل الغاز المسيل للدموع إضافة إلى القنابل الصوتية في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين عبروا الحاجز الأمني. تصعيد صدري كبير لسببين مهمين. هو يعني اخذ الاستحقاق الانتخابي اولا، وثانيا هو اركان الاطار والمشروع الاطار المرتبط بدوله اجنبيه بدوله اقليميه معروفه